يا شيلاء، مثال للرقي ومثال لتبادل الأفكار وللطيبة وللتربية وللأصل. أنا حتى يمكن من أول الحلقات قلت في إن حتى المشكلة البسيطة اللي كانت بينهم كانت راقية، صحيح. فعشان كذي الأشخاص الراقين يردون يتصالحون ويتصافون، لأن هذه الحياة يوم زعلانين يوم نرضى، والحياة تستمر. الترند كان صلح نوال وأحلام، نقول ألف مبروك حقهم، وإن شاء الله يا رب دائما يظلون مع بعض، لأن هم نجماتنا ونفتخر فيهم في الخليج. وكن صريحين وواقعين مع احترامنا لكل نجماتنا وفناناتنا، ولكن هن الأبرز، صحيح. وتقريبا يعني نوعا ما من الجيل هذا، جيل الكبار، ما عندنا غيرهم حاليا. صحيح، وصدق الموضوع وايد فرح. انا بصراحه انا تعرف كلها ابكي يوم شفت الموضوع، يعني دمعت عيني واستانست وايد. وعقبال كل الناس اللي متزعلين يتصالحون ويتصافون، هما قدوه ومثال حق الرقي والاخلاق والتسامح. لان مهما يكون مثل ما صالح يعني كفى ووفى، قال كل الكلام اللي بعد لو شنو نقول كلام ما راح يعني يوفي حقهم، لان هم عظيمتين فعلا. صحيح، نجمات الخليج الاوائل، الاوائل نوال واحلام. لما يكون في مثلا ابراج الكويت يم بعض ولا الاهرامات، ما في احد احسن من احد. امس يعني السوشيال ميديا والتويتر والانستغرام والسناب، الكل على هذا الموضوع، وهم عطوا درس كبير وعظيم في الاخلاق، في الرقي، شلون كلام أحلام وشلون كلام نوال. تحياتنا لكم. وبصراحة اللي دخلوا فيما بينهم وكانوا يأججون الموضوع كليتوها، عشان كذي أنا دائما أقول ما في اثنين يتهاوشون لحد يتدخل ولا